في طرح اطرح يا امير انه ليه الاهلي ما ينسحبش؟ رايك في الطرح ده؟ لا طبعا انا بص معترض عليه اعتراض كبير جدا، لان انا اصلا تقييمي الفني ان الاهلي افضل من الوداد بكتير، وتقييمي الفني كمان ان الزمالك ورغم حالته السيئه جدا الا انه ماتش الوداد في كازابلانكا هو اللي اداه للوداد. يعني الزمالك كان مسجل مبكرا جدا عن طريق زيزو، بس الزمالك هو اللي بارادته باراده مدربه قرر ان هو يرجع يدافع 90 دقيقه، فكان طبيعي ان تحصل اخطاء. يعني اللي هيتفرج على ماتش الوداد ده هيلاقي ان الزمالك فعليا هو اللي ادى الوداد الماتش، خطا دفاعي وبعد كده خطا من ابو جبل، كان خطا من المفلوسي وبعد كده خطا من ابو جبل، فالوداد كسب الماتش. صحيح. لكن فعليا يعني انا تقييمي للوداد ان مثلا فريق زي صن داونز كان اقوى منه. صح. يعني فريق زي صن داونز انا كنت متوقع بصراحه ان هو يكمل طريقه لحد النهائي، لكن الوداد وصل للمرحله دي، فبقى دلوقتي التخوف بس من فكره ان هو هيلعب في كازابلانكا. لكن بالنسبه لي بالعكس، ده يمكن الاهلي كمان نفسيا اعلى من الوداد من فترات سابقه. يعني الفوز اللي حققه الاهلي على الوداد ذهابا وايابا في 2020، يعني خصوصا كمان ان انت كان الماتش الاول في كازابلانكا وحققت فوز هناك، والفوز ده فعليا هو اللي اهلك للمباراه النهائيه. انت جيت بعد كده كسبت هنا 3-1 بس كنت راجع مرتاح، فده ادى للاهلي دافع او يعني ادى للاهلي افضليه على الوداد نفسيه. السنه اللي فاتت كلنا كنا متوقعين الاهلي والوداد في النهائي، فبيكسب كايزر تشيفز في كازابلانكا، ما كسبش في جنوب افريقيا، لا كسب في كازابلانكا وخطف بطاقه التاهل من هناك ووصل هو اللاعب الاهلي، وكلنا شفنا مستوى كايزر تشيفز في النهائي. صح. ففنيا انا شايف ان الاهلي افضل من الوداد بكتير، هو بس في زحمه حوالين ملعب المباراه. وخد بالك الملعب ده الاهلي راح اتعادل عليه مع الرجاء في نفس النسخه دي وكان هو الاقرب للفوز. فانا بالنسبه لي انا مش قلقان تماما ان البطوله دي، مفترض لو هي في ظروف عادله والاهلي لقى التنظيم الجيد والتحكيم العادل هيتوج بيها وهو الاقرب للتتويج بيها. طبعا الكوره دي يعني في النهايه مش الحسابات هي اللي هتحكمها، دي ظروف الماتش، توفيق وجاهزيه اللاعبين وجاهزيه المدير الفني واختياراته واخيرا. وهفكرك بحاجه كمان، الاهلي كسب 2005 وكسب 2006 وبعد كده لعب النجم الساحلي في 2007 ورجع بنتيجه ايجابيه من تونس، وكلنا قلنا خلاص بقى، والناس راحت اصلا استاد القاهره عشان تحتفل وتشوف قائد الاهلي وهو بيشيل الكاس للمره الثالثه على التوالي. وايه اللي حصل؟ كانت خساره، يعني خساره غريبه وخساره غير متوقعه. فالاهلي حاليا دلوقتي المفترض ان احنا بنتكلم في ايه؟ ان احنا خايفين من كازابلانكا، ممكن يروح هناك تحصل مشاكل، ممكن يكون الدنيا تحكيميا مش مع الاهلي. بس والله يعني انا في الظروف اللي زي دي عندي ثقه كبيره في شخصيه النادي الاهلي. طيب خليني برضو ردا على امير النقطه بتاعته. حاليا الوداد في المغرب بيتعرض لضغط كبير جدا، لان الاول مره اتفاق المغرب كلها حوالين الوداد. جماهير الرجاء، جماهير نهضه بركان، اغلب الجماهير المغربيه بتساند قضيه الوداد. هو دلوقتي حولوها في المغرب ان هي قضيه، الملعب لازم يتلعب في المغرب، خلاص هو وطني وانا الماتش لازم يتلعب في الوطن. فجماهير الوداد دلوقتي مش جماهير الوداد بس، جماهير المغرب كلها. ده بيحط ضغط كبير جدا على وليد الركراكي مدرب الوداد، وده شفته ولمسته من تصريحاته الاخيره قبل مباراه بترو اتلتيكو. دايما بيذكر النادي الاهلي وبيذكر خصمه، وانا اعتقد ان التصريحات دي نابعه من الضغط اللي موجود دلوقتي. فالضغط ده اعتقد ان هو هيأثر بشكل كبير جدا 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 على الوداد في المباراه، لانه مش هيبقى بس ضغط ال 30,000 الموجودين في الملعب او 40,000، لا هو ضغط المغرب كلها اللي منتظره الانجاز من الوداد، اللي هو بقى انجاز شعبي وطني دلوقتي في المغرب، وده بيشكل ضغوط كبيره على اللعيبه ممكن يستغلها النادي الاهلي.